بسم الله نبدأ. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم مع ليلة أخرى من هذه ليلة تجمعنا وإياكم وأهل الفن والفكر والثقافة ونجوم هذه ليلة، سواء كانوا من نجومنا العرب أو من نجومنا الأردنيين الذين نعتز بهم وبمسيرتهم. قبل أن أبتدئ وإياكم وكالمعتاد هذه الليلة، اسمحوا لي أن أتقدم إلى الجميع قيادة وحكومة وشعبا بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال. قالوا في الوطن العربي: بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. وقال نشام الأردن: أنت الأحلى يا وطني، أنت الأغلى يا وطني، وطني الشمس بتفخر إنها تكتب اسمها فوق ترابك، وطني 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 المجد تمنى يبقى آخر كلمة بسطر كتابك، أنت الأحلى وأنت الأغلى يا وطني. في هذا اليوم في العيد 59 للاستقلال نقول لك يا سيدي يا سيد البلاد: لك المجد مر الدهر هوجا رياحه، ونحن كما نحن المنيعين جانبا، وأنت الذي علمتنا كيف نزدهي وكيف نكون الأكرمين مشاربا، وإن كنت قد أغنيتها وفعلتها فكل الغنى أن اتخذناك صاحبا، وكل الغنى أن وجدناك نخلة إذا جاءها الإعصار يرتد هائبا. نعاصي بك الدنيا، نعاصي بك الدنيا، فلو سال سيلها سددنا عليه بالضلوع المسارب. كل عام وأنتم بخير من جديد. اسمحوا لي ذي بدء أيضا أن أشكر الفرقة الموسيقية بقيادة جورج أسعد، أهلا ومرحبا بك. ولن ننسى جمهورنا الوفي، جمهور هذه ليلة الذين شرفونا في الاستوديو، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. أما نجوم هذه ليلة من هندسة المعمار وبناء الطوابق إلى بناء مسيرة فنية يشهد لها القاصي والداني، مهندسة الفنون لهذه ليلة استطاعت أن تكرس حالة من الانتقاء والتميز في أدوارها المتعددة والمتنوعة التي قدمتها من خلال الشاشة الصغيرة، وكانت بالتأكيد عربونا معرفة واتصال مع المشاهدين العرب، وبخفة ظل وتلقائية وبساطة في الأداء أرست ضيفتنا قارب محبتها في بناء المجتمع معالجة همومه وقضاياه. وكما تشتم الياسمين في زقاق دمشق العتيقة، تنثر زهرتنا لهذه الليلة عبيرها فواحا من نافذة الليلة. رحبوا معي بالياسمينة الدمشقية النجمة سوزان نجم الدين. لم أرك في حياتي تواقاً للحرب مثل ما أراك هذه الأيام. دعينا من هذا ولننظر في أمرك. أما أمري فهو هين، فإن كنت ترغب أن أسير إلى البصرة وأقيم فيها سأفعل. قد أبغضت لك ذلك وخالد بن عبد الله فيها، فترى أنها تصلح لي وفيها الحجاج هذا الذي تشد عددك به؟ سأفعل مع أن يبدأ الجند بالوفود عليك حتى أغادر، لكنني سمعت من يزيد قولا أوافقه عليه في هذا الرجل الذي تريد أن تضعني في حماه. وين راح مفيد الوحش اللي ما بتهزه الهواية؟ حياتك على الغالي، حياتك على الغالي، كل مال الدنيا ما بيسوى شعرة من راسك. أنا مالي زعلان على المصاري. معك حق، بس الندالة ما بلشت امبارح.
ما رح تخلص بكرة. وانتي لزوم تعلين صوتك يا شريفة يا شريفة، ولا ودش يعرف ان تشرفتي؟ منك انت زود من حماية. ما ودك نرد العين نجيب مية؟ اي ودي، بس دقيقة خلص اللي بيدي. ولا قلتش تعالي ساعديني؟ يلا. لن أقتلك به، ولكنني سأقتل نفسي إن ظللت مصراً على ما يدور في رأسك. أنا حرة يا شقي، حرة ولست رخيصة. أريدك أن تعرف هذا جيداً. ولن أدخل بيت رجل إلا إذا كان زوجي. ولكني شقيف يا سلافة، شقيف لا أي رجل آخر. وأنا سلافة لا أي فتاة أخرى. لا تقترب، سأقتل نفسي إن اقتربت. شايف يا محمود؟ شايف شو عمل فينا هالمهر الملعون؟ لولا مشكلة المهر كنا تجوزنا من سنتين، ما كان حدا نغص حياتنا لا ابن التعاس ولا غيره. الله يسامحك يا الله يسامحك. ويحك يا رجل، أحدثك بفقد أب فتحدثني بالولايات والأقاليم؟ ألا يشغلك غير ذلك؟ لن أصغي إلى حرف مما ستقول. أنا حتى الآن أحترم فيك الزوج والأب، ولم أخالفك في أمور كان يجب أن أخالفك فيها. سلافة خالد، أنت الآن رمق الحياة الذي أعيش به، ومن حقي أن أحافظ عليه، لأني إن فقدته سأفقد حياتي. في الزمن الصعب ورغم وعورة الطريق، شق فناننا لهذه ليلة طريقه بثقة ودراية قل مثيلها، وبحرفية عالية مكنته من تقمص كافة الشخصيات التي أسندت إليه، وبأدوات فنية متطورة وإبداع متميز قدم أدواره، فكان محط أنظار المشاهد أينما حل، متخصص في الأدوار الصعبة والمركبة، وقادر على التميز في كل زمان ومكان. تعتري وجهه لمسات حزن وفرح في آن معا، وغنى درامي يستثمره استثمارا حقيقيا في تلوين شخصياته بالأفعال وردود الأفعال. رحبوا معي بالفنان النجم زهير النوباني. كل شي بزيد عن حده بنقلب ضده. كمان ما فهمت. يعني أنا شايف إنك مهم لي بحالك كثير، مشاني مشاني ولادي. ليش ما تهتمي بحالك شوي، بهواياتك، ارجع لكتبك. فرج، بصراحة بدي تفهمي شي واحد بس. أنا طول عمري بعرف كل شي عن ولادي، كل صغيري وكبيري. بتمنى هالإشي ما يتغير. أنا قلبي قال إنهم رايحين يجوا. شلون ما لها لازم يا نظيف الله؟ أنا ذبحت من الصبح وتلفت وطابخ أكل للناس كلها، بس الواجب لأحمد خاصة. بتفكري إنه ما بعز علي هو وإخوانه؟ أحمد مهو بحاجة ولا وده. يا والدتي الله يعطيني رضاك. صدقني ما دام إنك كاسب رضاها وانت موفق. وانت يا ختيار بتضلك تعاير فيه إني بشتغل عندك، وأنا بشتغل عندك ببلاش، مش في أجرة بأخذها، يعني في مصاري من جهدي وعرق جبيني، وفي النتيجة أنا حر فيها. لا يا حجي، يسعدك، هذول المصاري من عرق جبيني، ويشهد علي الله انه ما فيهن القرش الحرام، وانا بقدمهن لاخوي ابو عادل اللي بعرفه منيح، وقلت يعني اذا قلت لك انهن مني مش راح تقبلين، مشان هيك كذبت عليك.
الله واسم الله عليك. سلمى بشرك منها وتطلع قدامك لتجع. ليش يا فتحي؟ حاطط عينك عليها ولا طمعان فيها مثل غيرك؟ مثل ما بقول لك، حدا بيوقف وجه التريد، انت مش قدها يا صوص. طيب ما دام هيك يلا معي عند الباشا، هناك بنحكي وخلي البنات يشتغلن عندك. الباشا؟ مش قلت لك الموضوع بده قاعدة؟ نحكي وخلصنا. الباشا مش مرتاح للطباخ أبو بدرية، قال لي أشوف له ست بتعرف تطبخ، قلت ماليش إلا خالتي أم حسان. يعني بدك تشغلني عند الباشا؟ أنا بعزكم يا دار أبو حسان كلكم، ولأني بعزكم بفكر براحتكم. ولي في عينك، مليون مرة قلت لك لا تحكي مكالمات خارجية، ما حكيت مع أختك في دلاس، أخوك في أوهايو، في أمريكا ما حكيتيش ولا مكالمة. إلهي تعدمني، إلهي تكفني، ما دعرته. شحوا التليفون قدامك، دق لأمريكا واسأله لأخي، هو اللي بدق اللي تقبرني، أنا ما بدق له. صاحباتك، جاراتك اللي بيجوا عندك كل يوم الصبح وبقعدوا يرقوا ويفتحوا لك بالفنجان، واحدة غافلتك وحكت مكالمات خارجية. أهلا ومرحبا بكما ضيفين أعزاء على برنامج هذه ليلتي، نجوم كبار، نتشرف أنه تكونوا ضيوف معنا بهذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك سوزان بالأردن. أهلا وسهلا فيك، وأنا كمان بتشرف بدوري أن يكون معكم ومع الجمهور الغالي ومع الشعب الأردني الشقيق يلي حبيته من كل قلبي، ودايما كل ما بجي على الأردن بترجع بتتجدد هالمحبة وبتترسخ بقلبي من جديد، لأنه فعلاً كلهم عطاء ومحبة وود، وهالشي كتير بشوفه وبحسه بكل لقاء بيني وبينهم، وبغتنم الفرصة وبعايد كمان بدوري القيادة الأردنية والشعب والحكومة بعيد الاستقلال، وبالكون كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب عبال ما نحتفل كلنا مع بعض باستقلال جميع المدن المغتصبة في العالم العربي والعالم كله. أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزة علينا. أستاذ زهير نورتنا، احنا حقيقة يعني بنشكرك على تواجدك معنا، لأنه احنا عارفين أنك أنت الآن مشغول بعمل بالكويت الشقيقة، ولبيت دعوتنا، فأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج هذه ليلتي. شكرا لك يا ستي، شكرا لتحت هذه الفرصة لقاء جمهورنا العربي الحبيب، جمهورنا الأردني خصوصا، وأيضا بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا، نتوجه بالمبارك لقيادتنا الهاشمية الحبيبة ولشعبنا الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، وشكرا لكم لاستضافتنا في هذا البرنامج. طبعا اليوم لأنه أجواء فرح عم نعيشها معكم وعم بعيشها كل الشعب الأردني، رح يختلف وضعنا شوي في البرنامج. عادة منبدأ بأسئلتنا وبحواراتنا المعتادة مع ضيوفنا، لكن اليوم نخرج عن المألوف، نورجي الإخوة المشاهدين أنه أنتوا أيضا مبارح كنتوا محتفلين معهم بالاحتفال بعيد الاستقلال، ونذهب إلى أول محطة، هي كانت نهاية المحطات في جولتنا، لكن إحنا بدنا نبتدئها بأول تقرير وفرحتكم معنا بأجواء الاستقلال. نشوف هالتقرير ونرجع معكم. We'll be right back.
هاي الاحتفالات اللي عمت أرجاء المملكة والعاصمة الحبيبة عمان اللي بتقف دائما بكل كبرياء وأنفة وهي بتحتضن احتفالاتها وأبنائها وما بيعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بأي مناسبة جميلة بتمر عليهم. انطباعك عن الأجواء كان فيها نوع من العفوية والتلقائية والحب بينكم وبين الجمهور اللي كان حقيقة متعطش إنه يلتقيكم وخصوصا تشاركوا هاي الفرحة. حكولي عنها كيف حسيتوها؟ هو الإحساس واضح يعني طالع، بعتقد أنه فرح حقيقي فيه ورجعنا شوي الشغب تبع الطفولة الموجودة بداخلنا. ما في أحلى من الفرح، وأنه الفرح الجماعي ما في أجمل منه، أنك تشوفي البسمة بعيون طفل بعيون كبير وصغير وبعيون كل العالم. هذا الشيء مفتقدينه شوي بهالفترة ضمن الأجواء اللي عم نعيشها، فإجا بوقته كتير، ويا رب كل أيامكم وأيامنا فرح يا رب يا رب. احنا اخذناكي من اجواء تصويرك، يعني يمكن زملائك اللي معاكي بالمسلسل اللي عم بتصوروه خصوصا الاستاذ ايمن زيدان بنوجه له تحيه بالبرنامج هذه ليلتي، عم تعملوا مسلسل كوميدي، اخذناكي من التصوير ليوم السبت لتبلشي معهم، فيعذرونا واهلا وسهلا فيك مره جديده. بوجه لهم تحيه وبقول لهم اشتقت لكم كثير كثير. استاذ زهير، يعني امبارح كانت فرحة الناس تلقائية، يعني كل العالم كان جاي تحتفل بهاي المناسبة السعيدة، ولما التقينا في الناس يعني كانت فرحة تلقائية كثير، يعني كثير حابين الست سوزان وفرحوا فينا احنا كتلفزيون، وكان الناس عفويين، يعني الفرحة عفوية كلها، وزي ما شفتي يعني على الشاشة كانت الفرحة تلقائية والتعامل كان تلقائي، وكان في فرح غير عادي في هاي المناسبة، يعني فرح عام كان، والمكان كان كثير جميل، والألعاب النارية حلوة، يعني كانت حلوة كثير وكانت طبيعية جدا خصوصا الأطفال والناس. أكيد فرحتهم بتكون أكثر الناس لما يحسوا أنه كمان حتى نجومهم اللي بحبوهم بيشوفوهم عبر الشاشة أنهم بيكونوا موجودين معهم وإقراب منهم برضو. هاي كمان فرحة بالنسبة لنا، كان يوم كثير حلو مبارك. تعبناك بشوي يعني، روحنا الساعة 11 من التصوير، بس أحلى الأيام بحياتي كان حلو جدا مبارك، كان أجمل الأيام فعلا، يوم رائع جدا وانبسطت من قلبي، وخاصة شفنا هالناس الحلوين المحبين، بتحسي المحبة طالعة من جواتهم، هذا الشيء بيعطيكي دعم وبيعطيكي هيك إحساس بالثقة أكتر، وبإحساس بأنه لازم تعطيهم أكتر، وكل ما عطيتيهم أكتر كل ما ترسخت المحبة بيناتنا، فيا رب الله يقوينا ونعطيكم في بيناتهم هون شبين كتير زراف من مبارح. حدائق الملك حسين كتير جميلة، والطقس كان مبارح كتير جميل، جميل جدا هوا، مع أنه أنا شوبت كتير رغم البرد من حميمية اللقاء. أكيد إن شاء الله يا رب بتعم الأفراح مش بس الأردن، كل الوطن العربي، وأنا بالبداية أحب وأهل بنلتقي دائما على الخير وعلى الأفراح. أكيد أنا بالأول افتكرت أنه كل هذا من شاني أنه أنا جيت على الأردن برضو تستاهلي كمان. أهلا وسهلا، كيف نرجع للقائنا ولبرنامج هذه ليلتي؟ رح أبدأ سؤالي معك سوزان من مقدمتي. أنت درستي الهندسة المعمارية، والهندسة والمعمارية والفن كلاهما جزء لا يتجزأ من الآخر، حتى الهندسة المعمارية فيها جانب كبير من الفن والتميز والحس الفني. لو سألتك ليش درستي الهندسة ما توجهتي إلى الفنون، وأنا أعلم تماما أنه أنت بالسنة الثانية كنت أيضا عضوة في فرقة زنوبيا، فمارستي الفن حتى وأنت على مقاعد الدراسة في الجامعة، ليش ما اتجهتي مثلا للفن منذ البداية ودرستي فنون، وفي عندكم بسوريا كلية للفنون وهي قديمة جدا، ليش اتجهتي للهندسة المعمارية، وكيف هل إجابة محض الصدفة إنك بعد هيك انتقلتي فورا للتلفزيون؟ حديني إحنا والمشاهدين عن هذه التوليفة بين الهندسة والفن، كيف بدأت هذه العلاقة بينهم وبين بعض؟ هو بعتقد الجمهور صار أغلبه بيعرف كيف بلشت، وهذا بس بنرجع بنقتطف هيك بعض الذكريات من البداية. بقول انه انا درست الهندسه المعماريه، اول شيء كنت متفوقه بدراستي كثير، وكانوا اهلي بدهم ياني طبيبه العائله، بس نقصني علامتين وقتها، فسجلت الفرع اللي انا بحبه هندسه العماره، بحب الرسم كثير وبحب كل شيء فيه فن وابداع وتصميم وهيك، فدرستها لانه بحبها كثير واخترتها. طبعا كان مرفوض اني ادخل على الفن بهذاك الوقت، كان حلمي الصغير الكبير عم يكبر معي كل ما كبرت أن يكون فنانة وأن يكون نجمة وأن يكون معروفة ومشهورة، بتعرف الأطفال قد ايه بيحلموا،
بس كان بعيد كتير كتير بصراحة عني هذا الحلم، لأنه أنا بعائلتي ما في حدا له علاقة بالفن كتمثيل أبداً أبداً، يعني بعيدين كل البعد، مع أنهم شعراء وأدباء وفنانين من عدة نواحي، بس كتمثيل ما عنا حدا، فكان حلمه بعيد يعني صعب التحقيق. كملت طبعاً بالهندسة، وبالسنة الثانية هيك في شيء شدني لأنه روح سجل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رحت سجلت. كانوا يعرفوا الأهل أنك رح تسجلي؟ طبعاً لا، كله بالسر، بس ما تقلي لهم هلا ما بيعرفوا. رحت سجلت وقبلوني وقتها، بس كان في امتحان بدي أقوم فيه بعد فترة من الزمن، وصار في رهان بيني وبين رفقاتي انه انت ما حتكملي اذا دخلتي وسط الفني، وما حتكملي بالهندسه ومن هالقصص هي. ودريت طبعا انه دوامه كتير صعب، انه دوام طويل، واذا بتغيبي يومين ثلاثه او فتره من الزمن قصيره انه بترسبي او يعني بتطلعي خارج المعهد. فبالصدفه تعرفت على هاي الفرقه، انه كان بدهم بنت ظريفه اموره. خلينا نوقف عند الأمورة يا أمورة، وخليني أخذ التليفون. معنا الأخ وائل خريشة. ألو، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أخي وائل، عم بحكينا من البحرين. أهلا وسهلا فيكم، كيف الحال؟ الحمد لله، الله يخلي عمرك. وأنا كنت أتفرج على البرنامج وشفت الفنان النجم زهر النباني وحبيت أمسي عليه. مساء الخير الفنان زهير. يسعد مساك اخي وائل، كيف الحال؟ الله يسعدك، سعيد بسمع صوتك. الله يسلمك، انا من معجبينك، من معجبين الفنانه الضيفه اللي علينا اللي منور الشاشه اليوم. تسلم. كمان المهندسه، اهلا وسهلا فيها. تسلم، شكرا. وحبيت اتصل وانتهز هالفرصه عشان اهني الشعب الاردني بعيد الاستقلال، وهنيكم على البرنامج الحلو. الله يسلمك بخير. شكرا. أيوة. كثير لحضرتك، وشكرا لكم جميعا. شكرا. الله يخليك، شكرا لك اخي وائل، وتحياتنا لكل اهلنا في البحرين، شكرا لاتصالك. نرجع لعند الاموره اللي كانوا طالبين هالفرقه. ايه، فدخلنا وقتها، كملت فعلا وقتها دخلت بالفرقه وكملت، وصرت وازن بين الدراسه وبين المسرح كمان بالسرقه عن اهلي وقتها. بس مش كثير موازن، لانه انا حسب ما سمعت انه كنت تهربي من بعض الحصص. صحيح، الحصص يعني ما كثير مهمه، يعني الحصص النظرية اللي بتقدري تقريها بكتاب، أما الحصص اللي فيها تصميم واللي فيها رسم واللي فيها فعلا دراسة حقيقية وعلامات ورسوب ونجاح وكذا، كنت مصرة عليها. ومشيت معي القصة، بقيت شي سنة ونص بالفرقة وصرت انطلب للمسرح وللتلفزيون، يعني ومشيت القصة. صار أمر واقع بالنسبة للأهل؟ لا طبعا، صار مشاكل كتير بالبداية، وبعدين مشي الحال الحمد لله. الحمد لله، كانوا رح يحرمونا كتير. يعني من هالفن الجميل. كمان الأستاذ زهير تخصص ما إلوش علاقة بالاحتراف، أنت أيضا دارس للإدارة العامة للعلوم السياسية من الجامعة الأردنية، هذا الصرح العلمي الهام، وهي أول جامعة في الأردن. عامل، أنا ما حبيتش أحكي التاريخ يعني مشان بعد بيزعلوا موضوع العمر. بس أنت ما زلت شباب يعني، وعطائك متجدد دائما. رغم أنه أنت كمان هاي المادة ما لها علاقة بالفنون، ما درستش الفنون، ما اتجهت إلها في ذلك الوقت، يمكن لأنه ما كانش في عنا كلية للفنون، لكن في كثير من الناس راحوا مثلا على القاهرة، هل لأنه يعني كانت الرغبة عند الأهل بأنه ما تتجه للفنون؟ حدثني كيف انتسبت للجامعة الأردنية، كيف الأجواء؟ وأنا بعرف أنه بذرة الفن كانت عندك من الطفولة. من الطفولة هي، من الطفولة، لكن أنا لم أجرؤ أني أطلب أني أدرس فن، ما كان مطروح أني أدرس فن يعني، وهذا مرفوض. أنا كنت مدمن سينما، أنا يعني ابن عمان من الطفولة يعني. ذاك ما كان في عنا إلا سينما، تيجي تجارب مسرحية قليلة من الخارج كنت أشاهدها. وفي المدرسة شاركنا في مسرحيات من المرحلة الابتدائية الإعدادية للثانوية، لكن أول مرة بعمل مع مخرج محترف اللي هي كانت في الجامعة الأردنية بسنة أولى مع مؤسس المسرح الأردني، أيضا مؤسس المسرح القومي السوري الأستاذ هاني سنوبر الله يرحمه. كان الأستاذ هاني سنوبر كل سنة يجي يعمل مسرحية ويختار بعض العناصر وضمهم لأسرة المسرح الأردني، اللي كانت فرقة رسمية تابعة لدار الثقافة والفنون. ومن حسن حظي
انه شاركت في مسرحيه في دور صغير في الاشجار تموت واقفه، وبعد اسبوعين من البروفات طلبني اني انضم لاسره المسرح الاردني. وهو صاحب الفضل في تشجيعي، والفضل الرئيسي انه المسرح الجامعي كان في ذلك الوقت متميز. دكاترة الجامعة كثير كانوا يشجعونا، وأنا تحديدا شجعوني كثير من رئيس الجامعة لكل الدكاترة. واستمريت في المسرح الجامعي لمدة 4-5 سنوات، وبعد تخرجي كان الله يذكره بالخير الدكتور عبد السلام المجالي هو رئيس الجامعة، طلبوا مني أني أسلم مشرف فني. خليني أقف عند المشرف الفني. نعم. وأخذ هالتليفون، معلش رح نقاطعكم الليلة، بس هذا جمهوركم ما بحب ينتظر على الهاتف. ألو مرحبا. الهاتف. ألو مرحبا. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذي، لو تكرمت بس توطي جهاز التلفزيون حتى نقدر نسمعك بوضوح وتسمعنا بوضوح. وبالشعب الأردني. الله يخليك. وأنا أخ احترم الفنان القدير زهير، وهو ممكن لحد الان مش عارفني، ولكن قابلت اكثر من مره، وانا اختي العزيزه انا صحفي. اهلا وسهلا فيك اخي. وحبيت اني انا اتضح معاه في طريقتين، مع قابلت اكثر من مره عند حادث العبادي ولا اعطاني موعد مسبق، فيا ليت انه يتكلم معي، واحترامي للفنانه القديره الموجوده عندكم. اهلا وسهلا بحضرتك، مبروك للشعب الاردني. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله بنلتقي، يعني احنا جاهزين لاي لقاء. وانا قابلتك صراحه اكثر من مره عند الفنان حافظ العبادي في البيت، مره ومره في مكان معين في مطعم، فحبيت ان اعطيني موعد وانا قاعد اسجل الان كلمه ابد. انا جاهزين شكرا. ومبروك للعيد الوطني للاردني. الله يخليك، شكرا كثير لحضرتك. وفنان زهير دائما بيلبي اي دعوه لاي اعلامي، فان شاء الله بتواجدك عندنا في المره القادمه باذن الله بيكون في لقاء صحفي بينك وبين الفنان زهير. راح اخذ الاخ عماد الخريشه من الموقر. مساء الخير اخي عماد. الو مساء الخير. اهلا وسهلا فيك اخي عماد، يا ريت توطي التلفزيون لو سمحت بس شوي اذا تكرمت. الاسم فادي الخريشة. فادي فادي. نعم نعم فادي الخريشة. اهلا وسهلا فيك يا اخ فادي. بنرحب بالضيوف الكرام والفنان زهير النواني. الله يحييك اخ فادي. بوجه لك سؤال. تفضل. ليش شاع عنك لعبك لأدوار الشر في معظم تمثيلياتك؟ يعني إجمالا أدوار الشر لما تقرأ ناس بتجد أنه أصعب دور، وأنا بالنسبة لي بشدني أني أقدمه، من خلال إحنا بنقدم رسالة في النهاية، لازم تقدمه بأفضل صورة فنية، والهدف أنك تكره الناس بالشر على الشاشة حتى يكرهوه بالحياة. هاي الرسالة اللي بنحاول نقدمها من خلال دور الشر. في النهاية أنا كفنان، لكن لازم أقدمه بأفضل صورة فنية. بس صعب يكرهوك، من خاف تحببهم فيه بعدين. الكره للزهير، زهير معروف شو يعني، بنكره الناس في شخصية على الشاشة. وحلو إذا بيكرهوا الشخصية معناته أتقنتها أنت بشكل كبير وقدرت أنك تلامس وجدانهم. شكرا لك أخي. شكرا فادي على اتصالك. نرجع لحوارك، أصبحت أنت بالجامعة رئيس مشرف فني، مشرف فني لمدة سنتين ونص. استمريت سنتين ونص في الجامعة واستقلت بعد سنتين ونص، وتفرغت كليا للعمل الفني، العمل التلفزيوني. كان في بداية حياتي الفنية أغلب شغلي مسرح. بعد 76 قررت أني أخوض، يعني أتفرغ للمسرح وللتلفزيون. وأعطيت نفسي 5 سنوات، لأن زملائي يعني بتعرف يعني شهادة إدارة عام علوم سياسية في مجال الدولي كان مطلوب كثير، والخليج كان مطلوب كثير. أنا اخترت أني أكون فنان، أني أخوض غمار الفن. أعطيت نفسي 5 سنوات، إذا بنجح خلال 5 سنوات بستمر، ما بنجح بتجه اتجاه ثاني. لكن الحمد لله خلال سنة سنتين كان يعني كان لي تواجد على شاشة التلفزيون جيد.
تأكيد ولما بيكون البذرة من الطفولة وإيمانه بقدراته اللي عنده وترجمها على خشبة المسرح. ترى يعني أبو الفنون مش سهل إنه البداية صحيح. لما بتكون بالمسرح بتكون بداية جدا قوية صحيح. فبتكون صحيح. التلفزيون أسهل بتهيألي يعني هو للفنان. المسرح صاحب الفضل الأول الأخير عليه في المواجهة مع الجمهور الشغل. بشكل مباشر ما أنا شغلة سهلة أيه. أبدا أكيد. يعني أنك تبلشي من هون شيء كتير مهم بيعطيكي يعني ثقة وبيعطيكي إحساس بالشيء اللي ممكن تعمليه لقدام الأصعب والأجمل المسرح صحيح تأكيد تتمكن من أدواتك الفنية طبعًا. بشكل كبير الأصعب والأجمل بعدين تشوفي الإحساس اللي ردة الفعل المباشرة من الجمهور هذا شيء كتير حلو والخطورة. هذا منفتقده هون بالسينما يعني في التلفزيون كانك تعمل مشهد تعيدي مرة ومرتين أنه مرة ومرتين قول 15,000 مرة لكن المسرح أنت بتبقي ساعتين على الخشبة ونفس الوقت تأخذي رد الفعل المباشر بالفشل أو النجاح من هون الصعوبة أكيد. سوزان لو اتبعنا مسيرتك منذ بداياتك للآن أنا هون باخذ الجانب التلفزيوني لأنه يمكن المحاولات المسرحية في بداياتك كانت محاولات بسيطة ما كرستيها بشكل صحيح. وآخر ورح نحكي عن موضوع المسرح بعد قليل لكن المتتبع لمسيرتك منذ البدايات في التلفزيون بلاحظ أنه في فترات تباعد ما بعرف هي هاي الفترات التباعد هي للتأمل شو الفلسفة ببعدك من حين لآخر عن الأعمال التلفزيونية رغم كل ما منشاهده من زخم في الإنتاج في الأعمال السورية خلال العام ليش هذا التباعد هل هو نعتبره مقصود. إقلال مقصود أو إنه ما يقدم إليك بتحسي إنه مش ضمن السوية أو ما بعرف إيش فلسفتك في هذا الابتعاد عاد الملاحظ من خلال الجمهور أيضا صحيح صحيح يعني دكتور أنا بحب معلش معنا الدكتور أبو محمد من ألمانيا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا مساء الخير أسعد الله ومساءك وتحية ومساعد. طيبة ملؤها الحب والصدق والمشاعر الطيبة إليك إلى هذا الأسلوب المتحضر في إدارتك البرنامج ولضيوفك الكرام اللي نكن لهم كل احترام وحب أستاذ زهير والسيدة سوزان شكرا أهلا وسهلا أنا طبعا مواطن عربي مقيم بألمانيا أحب في البداية أشكرك وأشكر هالبرنامج الجميل والأردن الحبيب وخصوصا ما تصوريش مشاعري وأنا اتصلت خصيصا لأني سمعت الأغنية اللي بموت فيها وهي هذه بلدنا ما نخون عودها يعني هالأغنية قريبة من قلبي أحس أني أردني لما أسمع هاي الكلمة هاي الأغنية يعني وكانت الأخت سوزان نجمة بالفارهي والأستاذ زهير وهم يصفقون على هذه الأغنية ولجنهم الفرقة الشعبية في ملامح تعبر عن 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 تراث واحد ومشاعر واحدة عربية. صحيح. شكرا لك. سؤالي بسيط جدا للضيفين الكريمين فتح. يعني أمتى نحن حنشوف إنتاج مشترك عربي خلينا نقول مثلا أردني سوري أو أردني مصري يعني مسلسل يعبر عن مشاعر هل هالناس البسيطة الناس اللي ما تعرف كتير بالسياسة بس تعرف أن في تراث واحد يعني يريد يكون هناك مسلسل درامي وخصوصا نبتعد عن الدراما الكلاسيكية اللي أصبحت هي عبارة عن الشركات والصفقات ونهاية المسلسل يكون هناك قصة حب تنتهي بالزواج نبو دراما تاريخية تعبر عن أصالتنا وعن تراثنا متى نشوف في القريب إنتاج مشترك يعني يعبر عن تراثنا وحسيسنا خصوصا أن إحساس الغربة يعني نحن بوجودنا بعيدين عن الوطن هي الحاجات نفتقدها كثيرا يعني. أخي أبو محمد أنا شاكرة جدا لكلماتك الجميلة متمنى دائما نكون عند حسن ظنك عجبني كلمة لما بديت حوارك أنك قلت أنا مواطن عربي وإحنا بكل الدول العربية بنقول نحن مواطنين عرب وإن كان في حدود إحنا كمواطنين ما بنعترف فيها نتجاوزها لأنه أكيد. كلنا عرب أمالنا وآمالنا وآلامنا وطموحاتنا واحدة جذورنا واحدة فأنت أردني زي ما أنا ممكن أكون سورية أو مصرية أو ليبية أو إحنا بلد واحدة وبتجمعنا لغة القرآن الكريم يكفي إنها بتجمعنا أكيد. يعني أكيد. فشكرا كتير إلك ولحوارك الجميل بالنسبة لموضوع الأعمال المشتركة تابعنا لأنه رح نحكي مع ضيوفنا بهذا الموضوع هو موضوع سؤال هام جدا لكن بعد ما تجاوب الست سوزان على السؤال اللي طرحنا عليها تحياتنا إلك ولكل أهلنا وأشقائنا العرب الموجودين في ألمانيا تفضل ستي كنا عم نحكي عن هذا الابتعاد الابتعاد الحقيقة أنا قاصدته يعني نوعا ما
من عدة أسباب. السبب الأول أني بحب دايماً أني أكون موجودة بأعمال متميزة، يعني بتتكامل فيها الظروف الإنتاجية مع النص، مع المخرج، مع الكاست، وهي الظروف ما دائماً متواجدة بصراحة، يعني ممكن تتواجد بقلة شوية، بس هلأ الحمد لله يعني عم تتحسن الأمور أكثر، فممكن تشوفيني أكثر على الشاشة هلأ. هذا سبب. والسبب الثاني أنه بحب الناس تشتاق لي، ما بحب يملوا مني أبداً. والسبب الثالث بحب كمان أعطي الحق لبيتي ولزوجي ولأولادي، بحب أكون متوازنة في الحياة، ما أغرق كتير بالفن ولا أغرق كتير بالحياة، ولا يعني بحب وازن بين سوزان الإنسانة والأم والفنانة والمهندسة واللي عندها أشغال كتيرة. فالحقيقة وقت ما بكون عم بشتغل بعمل فني كممثلة، بكون عم بشتغل بعمل ربما هندسي، أو بكون عم ببني أسرة، بكون عم بعمل شيء، فدايما وقتي مشغول، أنا ما بحس بهالفراغ هذا، ولكن بحس فعلا بشوق للجمهور. بحس إنه في نوع من الذكاء الفني حتى في اختيار الدور، وإنه هذا مبرر إليك هذا الابتعاد، لأنه مش أي شخصية ممكن تقدميها شخصية نمطية للمرأة العربية وتقومي فيها. وإذا تتبعنا أدوارك ملاحظ إنه كل شخصية بتختلف، كل شخصية مختلفة في محاورها وبطريقة صحيح. أدائها وبالرسالة اللي بتقدمها. صحيح، بحاول أنا أني أختار دايما شخصيات بعيدة عن بعضها، وحتى لو كان مثلا مجمل الأعمال تاريخية بحاول أدي كل دور بشكل مختلف كليا عن الدور اللي قبله، أو مشان ما يشبه أي شيء. بستخدم أدوات جديدة دايما، بحاول هذا الشيء، بتمنى أكون موفقة بهي الأدوات إلى حد ما، ونوصل رسالتنا العظيمة ولو جزء منها يعني لجمهورنا الحبيب. بالتأكيد. أستاذ زهير، يعني في نقطة كتير مهمة بحب أحكيها مع حضرتك. أنت في بداية حديثك ذكرت عن المسرح الجامعي وقلق المسرح الجامعي والأدوار ومجموعة الإخوان اللي كانوا أنذاك هم مشرفين وداعمين بشكل كبير، وأعتقد أنه المسرح الجامعي كان هو الرافد الأساسي للحركة الفنية حتى الدرامية، يعني كان هو البؤرة اللي بتنبثق منها العديد، لأنه كان المجتمع منغلق آنذاك حتى على الفتيات وعلى الشباب أيضا. كانت صلاة العرض قليلة جدا، ممتهنين المسرح يعني اللي بيمتهنوا المسرح بشكل كبير، والأكاديميين برضو كان عددهم قليل ونادر. حدثني عن هاي المرحلة بالذات، وكيف انبثقت عندكم الفرقة الأردنية للمسرح آنذاك، ولادتها بدايتها كيف كانت؟ أنت شهدت هذه الولادة. نعم. ولما بيكونوا كبار هم اللي يعني أول من أرسى القواعد الأساسية لوجود مسرح في الأردن، تعاملت معهم أنت وأنت لازلت طالب. حدثني عن صعوبة تلك المرحلة، مش زي ما بنشوفها الآن، صالات كثيرة للمسرح والجامعة اليرموك أيضا رافد أساسي صارت، وصارت حرية حتى للفتاة بأنها تتجه إلى مجال التمثيل. صحيح. حدثني عن معاناتكم آنذاك، كيف كانت؟ اللي كانوا متجهين للعمل في المسرح كان في داخلهم إيمان حقيقي بالمسرح وبالفن، وكان تحدي في ذاك الوقت أنك تعمل في هذا المجال، وكان هناك حب حقيقي فعلا. يعني أنا بذكر في المسرح الجامعي كنا ليالي ننام في المسرح، في ثاني يوم نروح على المحاضرات، وفي نفس الوقت نروح على مسرح أسرة المسرح الأردني، يكون في عندنا بروفات في النهار. يعني وكان في طاقات كثير مميزة، سواء شباب ولا بنات، وناس اتجهوا اتجاهات أخرى يعني ما استمروا. كان في طاقات فعلا إبداعية مميزة خصوصا في العنصر النسائي، بس ما استمروا لأنه ما كانت فرص العمل كبيرة ومميزة. بالتالي اللي عمل في هذا المجال يعني كانت نوع تستطيع تكون إعجاز. يعني أنت بتشتغلي في أرض بور، ونفس الوقت إيمانك في موهبتك وإيمانك بهاي الرسالة خلانا نستمر بهذا الشيء. واللي كانوا يشتغلوا في المسرح حتى في أسرة المسرح الأردني كلهم ناس مؤمنين إيمان حقيقي بأهمية الفن. يعني كان في مسرح مدرس سمير رفاعي، وما كانش في قاعة أخرى، كان ينعرض في المركز الثقافي الأمريكي مسرح صغير. يعني كان شكل من أشكال التحدي، يعني المغامرة. برغم هذا الشيء استمرينا في المسرح وقدموا في التلفزيون، ومن لا شيء صار شيء، بس كان في عشق إيمان بهذا، كان في عشق غير عادي.
أنا لما أذكر أنا وزملائي كنا ننام في صالة المسرح وإحنا ننام البروفات لتاني يوم الصبح ونروح على المحاضرة تاني يوم، وجمهور يكسر الباب، بس كان العروض 3-4 أيام فقط. هذا العشق وهذا الإيمان وهذا الانفعال حتى بتعابير وجهك وأنت عم تحكي عن تلك اللحظة تحسي محارب كان في وحس بنوع من الانتشاء والانتصار. نعم نعم نعم. لهاي الرسالة كان تحدي كبير. قدمت العديد من الأعمال المسرحية، يمكن لعل آخرها كان البلاد طلبت أهلها بعدها كمان كان المخرج التونسي المنصف السويسي. نعم. لقد لقد نجاح جماهيري اللي كبير اللي هي أول مسرحية تحوز على جائزة الدولة التشجيعية بالأردن بالحركة المسرحية، لأنها يمكن كمان كانت بتحاكي قضية بالضبط لمست وجدان الناس. بالتأكيد تحدثت عن القضية الفلسطينية دون أن تذكر فلسطين يعني. وهي اللي قدمت مثلا الأستاذ الموسيقار نصير شمة هي اللي قدمته للعالم العربي، وكان فيها نخبة من الفنانين والجمهور إجا بعشرات الآلاف على المسرحية. لكن كنا نمر في ظروف لم نستطيع أن نكمل العمل. وين مسرحك معين. أستاذ زهير؟ عفوا وينك من المسرح؟ ليش حرمت هذا الجماهير اللي كانت تيجي بالآلاف زي ما ذكرت؟ أنا تعبت من المسرح، يعني تفتحين أشجروا أنا تعبت من المسرح. هل تعبت من المسرح أو بتحس أول من أسست مسرح يومي في عمان في 87 في مسرحية منديل الشحادة أبو فضول اللي فتحت مهرجان جرش في 87، وكان الختام للأستاذ دريد الحان في الشقائق النعمان، ولاقت نجاح كبير. وغمرت بصورة شخصية، افتتحت صالة مسرح السينما في فيلادلفيا 3 شهور مسرحية بالفصحى، ما كانش الجمهور متعود انه في مسرح يومي، انه زي ما تروحي على مطعم تروحي على صالة مسرح يوميا في مسرحية تعرض. انا غمرت في هذا الشيء، والكل يقول لي مجنون، اقول لهم لا، ما دام في جمهور لازم يجي، ما دام في عمل جيد. وعرضنا لعشرة ولا 20، وبعد 3 شهور كان الصالة فل. بس انا في هذاك الوقت عرفت كيف رايح يجي الجمهور، وبدأت العمل على مسرحية البلاد طلبت أهلها لمدة 2 سنين. في 89 بشهر 3 كان الجمهور في قصر الثقافة، مع احترامي للأستاذ دريد الحام الفنان الكبير أستاذ عادل الإمام، عرض يومين والثالث توقف. كانت البلاد طلبت أهلها في اليوم 11 كان 1750 مشاهد و750 على الأرض و3000 برا، مباع لأسبوعين. لظروف معينة لم نكمل العمل، وبعد إيقاف هذه المسرحية بعام حازت على إنجاز الدولي. بس طب وين المسرح يا أستاذ زهير؟ أسأل المسرح، أنا يعني أنا كنت خسران ماديا كثير، توقفت كليا، لأنه بتعرف التوقف اللي صار أيضا التوقف القصري للحركة الفنية الأردنية نتيجة الأحداث الظروف المحيطة المزعجة اللي مرت في الأمة العربية باحتلال الكويت وغيره. وطلع أنا أعتقد أنها كانت إشاعات أنه المسلسل الأردني ممنوع، لم يكن ممنوع. توقفنا 8 سنوات، وكانت خسارة كبيرة على الفنان الأردني بعد أن كان يحتل مساحة مميزة بساعات العرض التلفزيونية. نزلت أنا الصحيح في كان لي أيضا شرف، نزلت على فلسطين ب96 وأسست أول مسرح يومي في مركز خليل السكاكيني الثقافي في مسرحية مونودراما من تأليف المرحوم الكاتب الكبير رحمة الله عليه ورحمة أمواتنا جميع الأستاذ ممدوح عدوان. حديت عن حال الدنيا اللي كنت أنا مقدمها في 84، عرضناها ب7 دول عربية مسرحية مونودراما وحازت على جوائز عديدة. قدمتها بشكل جديد وبأداء جديد، وقدمت مسرحية أيضا عن الانتخابات وعرضتها في كافة مدن فلسطينية، وكان مجموع المشاهدين 120,000 مشاهد. لا احنا بدنا عودة أخرى إليك أستاذ زهير تعدنا فيها حالياً بالمسرح. حاليا في تحضير لعملين مهمين. طيب ممتاز، هاي بارقة أمل حلوة. لكن في أن عمل عربي مشترك مع نخبة من الفنانين من العالم العربي، من مصر، من سوريا، من الأردن، من السودان، من الخليج العربي، إن شاء الله بتسمعوا فيه. عمل مميز، وأيضا لكاتب مصري مميز إن شاء الله. وهلا أنا بعد ما تعبتكم شوي بالحوار يمكن بدي أعطيكم فترة استراحة مع صوت جميل ودافئ، صوت الفنان إيهاب مراد. أهلا وسهلا فيك. أيوة. نسمع أول أغنية.
شكرا لهذا الصوت المبدع والجميل من الفنان إيهاب مراد. رح نسمعك مرة أخرى بإذن الله. مشاهدين الأعزاء رح أنتقل معكم مع فاصل بسيط وأعود معكم لنتابع حوارنا مع نجمتنا سوزان نجم الدين والنجم سهير النوباني. انتظرونا. ليلتي